هل فعلا مكملات الطاقة لبري وورك اوت مثل السي 4 والكومبات بتفيد ولا تسويقية ومضيعة للمصاري؟ ورح اشرح لك بالدليل العلمي ونمرك على كل المكونات ونقرر اذا بتستحق تشتريها ولا لا. واذا اول مرة بتشوفني انا هادم حميد من فلسطين، مدرب اونلاين معتمد دوليا وساعدت عدة ناس بخسارة الدهون وبناء العضلات. وخلينا نبدا بدون مقدمات وناخذ اشهر المكونات الموجودة بالبري وورك. اولا البيتا الانين، وهذا بحجة انها تحسن من الاداء، بس اللي لازم تعرفه انه جرعة البيتا الانين الفعالي بتكون ما بين 3 إلى 6 جرام، اما الجرعه الموجوده باغلب مكملات الطاقه بتكون ما بين 1 إلى 2 جرام، فيعني ما راح تفيد. اما بالنسبه للبيتا الانين فهو صح يفيد في تحسين الاداء الرياضي، اما اصلا بيشتغل بشكل تراكمي، يعني لازم انك تاخذه كل يوم عشان تحس بفائدته، ومش شرط تاخذه قبل التمرين، والاهم انه مش ضروري للاعبين كمال الاجسام، لانه يفيد اكثر لاعبين التحمل مثل الرياضات الهوائيه زي الفوتبول، كره السله وغيرها، لانه تمرينهم ممتد لفتره طويله. اما اذا هدفك الاساسي البناء العضلي ف 90% من جولاته ما راح تكون ممتده، يعني اكثر من دقيقه، فبهاي الحاله ما راح يفيدك البيتا الانين. ومن الطرق التسويقيه لمكملات الطاقه اللي من اعراضها الجانبيه الحكي بجسمك او التنميل، فبهاي الحاله انت بتفكر والله المكمل اشتغل، بس الحقيقه انه الحكي اجت من البيتا الانين. اما ثاني مكون معنا وهو اللي يزيد البامب وضخ الدم، الارجينين، وهذا اللي تسمعه من الاعلانات ومن بياعين المكملات. بس اولا جرعه الارجينين عشان تكون فعاله بدك ما بين 3 إلى 6 جرام، والجرعه الموجوده بمكمل مكملات الطاقة بتكون 1 أو ماكسيموم 2 جرام، أو حتى مش محددينها، وبكل هاي الحالات ما بتفيدك. واصلا الارجينين كمكمل امتصاصه ضعيف بالامعاء، فما راح يفيدك بزياده البامب وضخ الدم، وفش له علاقه بتحسين الاداء. اما ثالث مكون وهو الكرياتين، وبشكل عام ما بيكتبوا الجرعه بل بيكتبوا خليط مكونات، مثلا كرياتين مع بيتا الانين مع ارجينين 3 جرام، فما بتعرف شو الجرعه لكل مكون، يمكن بس حاطط رشه كرياتين لانك انت ما بتقدر تحددها. وهي بتكون من الطرق التسويقيه اللي بتستعملها مكملات الطاقه، وهي انه ما بيحدد لك الكميه نفسها بل بيكتب لك خليط او بالانجليزي بلين، وبحط جنبها عدة مواد، اللي بيصير غالبا انه بزيد المواد اللي سعرها رخيص وبقلل من المواد اللي سعرها غالي. فبس هاي حبيت اوضحها. فخلينا نكمل بالنسبة للكرياتين، انه ثانيا غالبا ما يكون الكرياتين بصيغة النترات، وهي مش احسن صيغة، لانه افضل صيغة واكثر صيغة انعمل عليها دراسات هي المونوهيدرات. بس يا سيدي انسى، خلينا نقول انه مكمل الطاقة اللي جبته الكرياتين مونوهيدرات ومحدد الجرعة، فباغلب الحالات بتكون الجرعة ما بين 1 أو 2 جرام من الكرياتين، وهي الجرعة ما بتفيد، لانه الكرياتين بدك منه ما بين 3 إلى 5 جرام. وإشي إضافي إنه الكرياتين مادة تراكمية، يعني لازم إنك تأخذه وبشكل يومي عشان جسمك يتشبع منه وتحس بفائدته، ومش بيشتغل وبشكل فوري، ولازم إنك تأخذه قبل التمرين. أما صح الكرياتين بيساعدك بزيادة القوة والطاقة والحجم العضلي بشكل بسيط، بس المشكلة مثل ما ذكرت بالبري وورك أوت إنه الجرعة أقل من المطلوب. وهسا خلينا ننتقل لرابع مكون وهو السيترين مالين. ونفس ما بيصير بالكرياتين بشكل عام ما بيكتبوا الجرعة بل بيكتبوا خليط مكونات، بكتب لك الجرعة 2 أو 3 جرام، مثلا سيترولين مع أرجينين مع بيتا ألانين مع كرياتين 3 جرام. بس يا أخي خلينا نروح لأحسن الحالات، إنه مكمل البري وورك أوت اللي اشتريته حددوا فيه جرعة السيترولين، بأغلب الحالات ما بتزيد عن 4 جرام، وحتى نادرا ما تلاقي 4 جرام. بس عشان إنه السيترولين يفيدك الجرعة لازم تكون ما بين 6 إلى 8 جرام، يعني حتى جرعة السيترولين أقل من المطلوب. أما بالنسبة لفوائد السيترولين فهو يمكن يساعد بزيادة ضخ الدم وتحسين الأداء الرياضي، بس المشكلة الأساسية إنه علميا الموضوع بعده مش مثبت. في تضارب بالاراء بين هل السيترولين مفيد ولا مش مفيد، يعني بعده مش مؤكد علميا مثل الكرياتين او الكافيين وغيرها، فبدنا دراسات اكثر عن الموضوع. خامس مكون وهو التورين، اللي يعتبر حمض اميني غير بروتين، الجرعه بتكون حوالي 500 ميلي جرام منه بمكملات البري وورك، بس المشكله انه الجرعه المطلوبه بتكون ما بين 1 إلى 6 جرام عشان تحس بفائدته. وهو يساعد بتحسين القلب والاوعيه الدمويه ويوازن السوائل بجسمه، ويعتبر مضاد للالتهابات وغيرها من الفوائد. سادس مكون والاخير هو الكافيين، والجرعات الموجوده بالبري وورك بشكل عام بتكون ما بين 100 إلى 300 ملغرام من الكافيين، وهي الجرعة أخيرا مناسبة وممتازة، والكافيين بيساعدك بتحسين الأداء والتركيز والنشاط. بناء على الـ FDA إذا أخذت 400 ملغرام كافيين يوميا ما بتسبب لك مشاكل صحية إذا أنت شخص صحي وما عندك أي مشاكل. أما لما تتجاوز الحد المطلوب فغالبا اللي رح يصير معك ارتفاع بدقات القلب، زيادة ضغط الدم، وجع بالبطن، إسهال وغيرها. بس حتى يمكن هاي الشغلة تصير إذا جسمك حساس للكافيين، يعني في ناس اللي تأثر فيهم ويصيبهم هاي الأعراض إذا جرعة الكافيين حتى وصلت 200 أو 250 ملغرام خلال اليوم. فهين لازم تسمع لجسمك وتشوف. عن حالي كنت زمان أستعمل مكمل البري وورك اوت والسكوب الواحد فيه 300 ملغرام كافيين، وكنت دائما بعد ما استعمله احس بوجع بالبطن، عشان هيك
مهم انك تسمع لجسمك. تمام، يعني فعلا الكافيين مفيد الموجود بالبري ورك بجرعات مناسبه، بس مهم انك تراعي جرعات الكافيين خلال اليوم. يعني قصدي مش تاخذ بري ورك اوت وتشرب قهوه وشاي ومشروبات طاقه ومشروب غازي وغيرها. بهاي الحاله رح تاخذ كافيين بجرعه يوميه اكثر من المطلوب، غالبا يسبب لك مشاكل، بس مهم انك ما تاخذ الكافيين قبل النوم بثمان ساعات. خليني اعطيك قصه لمتدرب عندي كان تمرينه بالليل وياخذ البري ورك اوت قبل التمرين. لما بدا معي وسالته عن اخر جرعه كافيين خلال اليوم بخذها، قال لي عن هاي الشغله. قلت له ببساطه وقف مكمل البري ورك اوت قبل التمرين لما تتمرن بساعات الليل. اليوم اللي بعده مباشره ودالي انه جوده نومه كثير تحسنت، وهذا الاشي طبيعي لانه الكافيين بقلل من جوده النوم. تذكير سريع انه الكافيين موجود بعده مصادر مثل القهوه، الشاي، مشروبات الطاقه وغيرها. فيعني بعد ما مرقنا على كل المكونات اللي فهمناه انه الاشي الوحيد اللي بالجرعات المناسبه ومفيد هو الكافيين، اللي اصلا سهل تجيبه من مصادر ثانيه وبسعر جدا ارخص. واذا بتحس انه مكمل البري ورك اوت بيزيد لك البامب شويه، فالحل الارخص ببساطه انك تاخذ قبل التمرين نص ملعقه ملح وخذها قبل التمرين بنص ساعه، لانه في صوديوم اللي بيساعدك بزياده البامب. بس ملاحظه مهمه اني بكل بساطه هدفي اوضح لك انه مكملات الطاقه 99% من الاشي المفيد منها وبجرعات مناسبه هو الكافيين. بس من ناحيه ثانيه اذا بتحبها وبتستمتع بطعمها فيش مشكله، مش قصدي انها مش مفيده، بل ببساطه انه في بدائل ارخص. ومهم اذا اخذتها انها تكون بوقت بعيد عن النوم بحوالي 8 ساعات عشان ما تقلل من جوده نومك. وتنساش تراعي كميه الكافيين من مصادر ثانيه على مدار اليوم عشان ما تبالغ بجرعه الكافيين اليوميه. وإشي ثالث انك ما تاخذها كل يوم عشان جسمك ما يتعود على الكافيين، بل خذها قبل التمارين الصعبه والمجهده مثل تمرين الرجلين. انا شخصيا ما بطلب مكملات الطاقه من متدربين وما باخذها، ومع انه تمريني بساعات الصبح، بل اللي بسويه بكل بساطه اني بشرب كوبايه قهوه بالحليب ما فيها كميه كافيين عاليه، بس صراحه بحب طعمها ومع حبه فواكه وبروح للتمرين، والحمد لله تمريني بتطور. فحبيت اقول لك هذا الموضوع عشان تعرف انه مكملات الطاقه مش ضروريه لبناء العضلات. وبالنهايه لو حاب اكمل بهاي السلسله بتحليل المكملات المشهوره وبشكل تفصيلي شاركني بالتعليقات، ولو معني بخدمه التدريب الاونلاين معي رابط تقديم طلب الاشتراك تلاقيه بالوصف. وشكرا على وقتك.